بعد ما خلقنا البيانات الجغرافية الجديدة أو الـ New Geographical Data المفروض إن احنا هنتعامل معاها في برنامج الـ ArcGIS، ممكن إن احنا نبتدي نتعامل معاها من خلال برنامجين تانيين موجودين جوه برنامج الـ ArcGIS، وهما برنامج الـ ArcMap وبرنامج الـ ArcToolbox. وممكن احنا نشغل البرنامجين دول بمجرد ضغط على زرار بتاع أي واحد فيهم،